Mr. Wizard, yeah. You have to make a trip. كما كتعرفوا قلنا عنده واحد المكانة خاصة على الصعيد الوطني ومنذ سنين دابا على الصعيد الدولي منذ اعتراف اليونسكو بقناوة كتراث لا مادي. اليوم نستغل يعني القوة اللي عند هذا المهرجان باش يكون هناك شراكات مع مؤسسات كبرى على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. وهنا كنتكلموا على لونيفرسيتي داركلي من امريكا اللي عندها واحد تكوين هام في المجال الموسيقي مرتبط بالمجال ديال الصناعه الثقافيه. وكيف ما كتعرفوا بالطبع منذ سنتين دابا منذ ما جاءت الحكومه والا وكنحاولوا باش نخلقوا واحد الديناميه وراء المفهوم ديال الصناعه الثقافيه اعتبارا ان الصناعه الثقافيه هي جواب اقتصادي مهم اللي نقدروا نعطيو بالطبع الفنانات والفنانين ولكن الشباب المغاربه بصفه عامه باش نخلقوا مناصب شغل جديده باش نخلقوا ديناميات كيف ما كنخلقوها اليوم في مدينه الصويره وراء المهرجان والمهرجانات الاخرى. كاين هناك حياه اقتصاديه يعني تنتعش. كنتكلموا على ريزوتير كنتكلموا على ريستورون كنتكلموا حتى على مول الطاكسي حتى مول الحانوت يعني الاقتصاد الصغير المتوسط والكبير والاساس اللي وراء هادشي هو الثقافه. فحضورنا اليوم في هذا اللقاء كيبين مره اخرى الاهتمام بالمجال ديال التكوين في المفهوم ديال الصناعه الثقافيه لان المعنيين بالامر اللي هم الفاعلين الثقافيين لابد ان حتى هما يتجاوبوا مع يعني هذا العصر الجديد يعني كيفاش هما يقدروا يطوروا راسهم في المجال الاقتصادي باش يولي فنان فاعل او فاعل ثقافي نعم عنده واحد العمل عنده واحد العمل اللي داخل فيه الجانب الاقتصادي. ونقدر نذكر بان لما نتكلم على الاقتصاد والثقافه راه ماشي هما واحد يعني جوج الحوايج اللي كيتعاكسوا بالعكس خصنا نربطوا لان الاقتصاد يمكن اللي يقوي المجال الثقافي وحتى المجال حتى فاش كنتكلموا على الثقافه التراثيه كنتكلموا على تاريخنا كنتكلموا على التراث اللامادي المغربي شحال ما خلقنا وراءهم واحد الديناميات ديناميكيه اقتصاديه الا وغيزيدوا يتطوروا غيتعرفوا وطنيا بالطبع ولكن عالميا كيف ما اليوم قناوه ومجموعه ديال 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 يعني المهرجانات الاخرى عندهم واحد الصدى دولي. فهذا هو التحدي اليوم. ركزنا اليوم على الموسيقى ولكن نفس الشيء يمكن لنا نربطوه في المجالات الثقافيه الاخرى. حتى الكتاب اليوم بحاجه الى واحد ليكو سيستيم اللي غيخليه يكون حاضر بقوه ان ايكو سيستيم ايكونوميك اللي غيخليه حاضر بقوه لان فاش كنتكلم على ان ايكو سيستيم ايكونوميك راه على الاقل تكون واحد المكتبه حاضره في كل اقليم لان المكتبه فيها هو واحد المجال اللي كيتباع فيه هذا الكتاب اذا فيه المجال الاقتصادي. اذا هذا ليكو سيستيم نحن بحاجه اليه باش يكون واحد التطور ملموس للثقافه بصفه عامه وللاقتصاد المغربي وفرص الشغل نربطوها دائما لان سميتها وزاره الشباب والثقافه وفرص الشغل للشباب المغاربه ونحن بحاجه لهذا اليوم في ما نعيشه من تطورات حتى في المجال ديال الرقمنه. كتعرفوا بان تكلمنا مرارا وتكرارا على المفهوم ديال الصناعه ديال الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء الاصطناعي عنده مجموعه ديال الايجابيات عنده للاسف بعض السلبيات. السلبيات هو كي البعض يعني مجموعه ديال المهن يمكن لها ما تبقاش حاضره اليوم في اطار التطورات اللي كنعرفوها اللي كيعرفها العالم. فالثقافه بحال الرياضه يمكن لها تكون حل للشباب وللمغرب بصفه عامه. شكرا لكم.